أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوم الجمعة يوم إجازة في الشرع وهل يسمى عيدا؟ ما هو يوم إجازة، لكن الدولة تعطي المسلمين تفرغ للصلاة، تفرغ للصلاة، فهو مقصود للصلاة، ما هو مقصود للعبث والنوم والكسل، إنما أعطتهم هذه الإجازة من أجل التفرغ للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام يدخل لصلاة الجمعة. أنتم شفتم الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فدل على أنهم ما يعطلون الأعمال، لا قبل الصلاة ولا بعدها، ما يعطلون البيع والشراء والأسواق، يعملون ويشتغلون. نعم.